هذه الوقفة بحضورها الكثيف والمعتاد من أبناء وبنات مدينة طنجة، عبروا بحضارية وسلمية تغاير ما وجدناه في هذه الساحة من حضور أمني كثيف جدا، لا يعطي صورة حقيقة، لا يعطي صورة جميلة للتظاهرات التي اعتدناها في مدينة طنجة التي كانت غالبها وكلها سواء المظاهرات التي دعت لها الجبهة المغربية أو التيارات الأخرى الحرة في هذه المدينة، عبرت بسلمية وحضارية وشجبت بأشكال مختلفة وبشعارات مختلفة بعما صدر عن الكيان الصهيوني، وأكيد أن القرارات الفرنسية الأخيرة التي صدرت ضد إخواننا في غزة وإخواننا في فلسطين هي قرارات جائرة لا تبعد عن القرارات التي أو عن القصف الذي يطال الإخوان ديالنا في الفلسطينيين من طرف الإسرائيليين أو الكيان الإسرائيلي. هذه قذائف أرسلها النظام الفرنسي، هذا قرار بمثابة يعني قنابل ورصاص لإخواننا في غزة، نرفضها ونشجبها ونندد عما صدر عنها. ما زالت أوقاف يعني وقفاتنا وفعاليتنا مستمرة بشكل كما قلنا دائما بشكل حضاري. De protéger le peuple palestinien des catastrophes humanitaires causées par l'agression et le siège perpétré par l'entité d'occupation sioniste, ciblant les maisons d'habitation, des hôpitaux et des temples avec des centaines de tonnes de missiles. Cette guerre d'extermination visant la présence du peuple palestinien sur son territoire n'aurait pas été possible dans le soutien absolu des États-Unis d'Amérique et de leurs alliés occidentaux, menés par la France, qui a prouvé par ses positions qu'elle restait une force imprégnée du colonialisme et ennemie de la volonté du peuple. مناهضة التطبيع لوقفة احتجاجية أمام القنصلية الفرنسية بطنجة، احتجاجا على الدعم المستمر الذي تقدمه فرنسا للكيان الصهيوني، ومؤخرا بإرسال بارجة فرنسية إلى السواحل الفلسطينية ضدا وترهيبا للشعب الفلسطيني ومقاومته في المنطقة. الجبهة المغربية الآن ومنذ اندلاع العدوان على غزة وهي تدعو إلى وقفات ومسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وآخر هذه الأشكال التضامنية هو شكل اليوم وليس الأخير، وإنما قلت آخر شكل نجسده اليوم. اليوم طبعا سبقتها وقفة، هذه الوقفة ثم المسيرة تأتي في سياق المسيرات التي نظمتها ساكنة مدينة طنجة من أجل التنديد بالعدوان الإسرائيلي الغامشم وبآلة الحرب الإسرائيلية المسلطة على الشعب الفلسطيني. كذلك هذه الوقفة ثم المسيرة تأتي في إطار تقديم الدعم وإعلان الدعم والمساندة المقدم والمعلن من طرف ساكنة هذه المدينة للشعب الفلسطيني، وخصوصا في قطاع غزة الذي يقاوم آلة الحرب الإسرائيلي من أجل أن يثبت وجوده وأن يثبت حقوقه في أرضه وأن ينال كل حقه في العيش بكرامة وحرية. كذلك رسالة اليوم هي رسالة التنديد بالدعم الفرنسي العسكري المباشر الموجه لآلة الحرب الإسرائيلي من أجل أن تغيل أكثر في الدماء الفلسطينية. إذا هذه الرسائل اليوم تبعت بها ساكنة طنجة لكل من يعنيهم الأمر من أجل أن تتوقف هذه الحرب البربرية الهمجية.